وصلت يا شباب. وين الأسئلة؟ مرحبا. أهلين أهلين روبي. كيفك معك؟ سهلة تمام. ضيع الأسئلة. وصل الصوت عندي. سمعتك. لا خلص. شو الأخبار؟ تمام ماشي الحال. كيفك أنت؟ منيحة ماشي الحال. كيف الطقس معك؟ منيح يعني شوية تحسس. أي والله أي والله إلي كم يوم هيك. ما كنت اتحسس بس ما بعرف ليش السنه يعني فتره الربيع غبار الطلع بالضبط. والازهار درس علوم والخنفساء والسوداء. شو بدك تشربي روبي؟ بدي اشرب شاي خمير. شاي خمير يس. هي القهوه بدها شاي خمير. هكان شاي خمير يا شباب. يا عيني يا عيني سلمون. يسلموا ايديك. شو هالقعده الظريفه هي؟ يا اهلا وسهلا. شو بتذكرك هال هذا القعده؟ صراحة بتذكرني بمصر بمقهى الفيشاوي. مقاهي مصر نعم. أي صحيح. يعني هيك العجقة وشكل شكل القهوة شكل الطاولة. هي القهوة بالصورة التقليدية. هذا المقهى بالضبط. صح. أي صح. أي. والمكان طال. طيب هلا نحن رح نبلش بفقرات. أوكي. يعني فقرات مختصرة وصغيرة. عنا أول شيء طاولة زهر. أنت بتلعبي طاولة؟ ما بتلعبي طاولة ولا بتعرفي تلعبي؟ صرنا اثنين. ما في مشكلة. ما في لعبة طاولة بالموضوع. ما فيك تتعلمها؟ لا هي القصة بس عبارة عن بدك تزتي الزهر. طيب. تمام. إذا بيطلع الرقم فردي بسألك سؤال. إذا رقم زوجي بطلب منك طلب. أوكي. بهالبساطة يعني. تمام تمام اتفقنا. أوكي يا. أنا بحب الأرقام الفردية. بتحبي الأرقام أي. الفردية؟ أي. هلا بنشوف حظك. أنا بدي زت الزهر. زته هون. تفضلي. شلون بزتوا الزهر؟ شلون ما يضحك علينا؟ هون نبلش بالطاولة. شلون بزتوا الزهر؟ رقم زوجي. زوجي. رقم زوجي شو كان؟ طلب. وإذا فردي بدي أسأل سؤال. رقم زوجي طلبات. أي. أما شو بنفع مقدم زوجي طلبات؟ نعم. ليك طلب. لذيذ هذا. كيفك مع الشعر؟ منيحة. منيحة. منيحة مع الشعر. أي أي. تمام. الشعر الفصيح العربي. لا بصراحة أنا بكتب. عندي تجارب بالكتابة بالشعر بس لسه ما نشرت شيء يعني. أبدا ما عم يجي من قلبي انشر هيك يعني. عم حاول جمعهم لربما هيك تجي وقت معين. يجي وقت معين مثلا قولهم بشي مناسبة بشي أمسية أعمل منهم مشروع هيك. طيب هلا اعتبري لك عن اختبار ليه؟ أوكي. لأنه مطلوب منك أنك تقولي ثلاث أبيات شعر للناس بالقهوة. للناس بالقهوة؟ ايه جوا هون بس يعني قدام العالم. طب بتلقيهم القاع عليهم. طب بتحبي تختاريهم من شعرك؟ ايه يعني بس هو بجوز يعني انا اللي بقوله شوي نسر مثلا منه او شغله هيك حكي شعر محكي منه. نسر نسر شعر. طيب. شعر. طيب يلا تفضلي. لا مو عندي. للناس؟ تقولي قدامي قدام العالم. اوكي لحكم شوي. اقوم لعندهم قلن. طبعا تفضلي. هنقوم سوا هلا. ايه طبعا انا رح اتفرج بس على الندوة الشعرية. تفضلي. يعني انا هلا رح اقول في مهمه طلبت مني العلاقه بانه لازم اقول شعر فانا هلا رح اقول لكم شيء انا كاتبته يعني مو ابيات شعر معروفه انا كاتبتها ورح اقولها لاول مره. كف شباب. زكريا هي زكريا. يلا. يا امي يا ريحه ارض زعلاني تعب قلبها هالعمر دبلاني يا امي يا ندي أرض وقت الفجر بللا مطر بعد الهجر يا أمي يا دفا تنور والدنيا برداني عم ينفق خبز طيطعمي طفلة جوعاني يا أمي سبحان الله الكونك براسي ما عم بعرف ارسمك بكتب نسر طيضحك مبسمك ما أعظمك ما أجملك ما أرحمك يا أمي يا عمر الورد اللي قطفك يا تقل العمر اللي ما رحمك يا طهر رحمك يا عطرك اللي فيه ترجمك لا تزعلي زعلك يا أمي صعب وجع بهالقلب شو صعب مثل البرد اللي ما بينرد اضحكي يا أمي ضحكك بجيب السعد. الزهر يا روبين. أي يلا يلا. أنتي قلتي بتحبي الأرقام الفردية. إن شاء الله يطلع لي رقم فردي. إن شاء الله نشوف حظك. يا عيني. فردي. مبروك. ميرسي. سؤال. كثير من الناس ما بيعرفوا معنى اسمك روبين. اي وانا ما بعرف. اوكي
خبرينا عن معناه، ويا ترى بتحملي شيء بشخصيتك من صفات معنى اسمك. هلا يعني يا عيني اذا هلا بتقولوا شايفه حالها، اذا بدي اقول لك معنى اسمي هلا بنحكي، بس بلشينا اول شيء بالمعنى. روبين الياقوتي، هلا بالالماني ضوء القمر الساطع. هو الاسم الماني؟ اي ضوء القمر الساطع. وهو يعني كمان الياقوتي كمان. تمام. في ياقوتي بعتقد يعني كله له علاقه بال كله له علاقه بالضوء. بالضوء منيح يعني مناسب لظروف قطع الكهرباء وكذا. وشو كمان؟ هو اكثر معنى مشهور له. تمام. ضوء القمر الساطع. في كمان له معنى ثاني يمكن عند الاكراد، اخواننا الاكراد، يعني ضوء الشمس او اعطني الشمس. تمام. هيك شيء. شو كمان له كثير ثقيله؟ الحجر الروبي الياقوت. طيب كلك. شو الجانب يعني معناته بتلاقي بحالك يعني كله معنى. لا انت ممثله والاضواء ترافقك. اي يعني ان شاء الله هيك يمكن اخذ من اسمي، بيقولوا لي كل امرؤ من اسمه نصيب. نعم. فان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله يكون تاثير اسمي هيك اكيد منيح. اكيد روبين. طيب هلا حنختم فقره الاسئله الزهر و اوكي ننتقل للفقره التاليه. يلا هلا لعبه الشده بدك تسحبي ثلاث وراء من اربعه حسب النقشه. اي بتكون الاسئله. تمام. يلا تفضل. هلا على حتسحبي ورقه ورقه واحده طبعاً. طيب تفضل. هاي الورقه بنت الكبه. يس بنت الكبه. كيف تعرفتي على زوجك؟ تعرفت عليه اول مره على طريق سفر. على طريق سفر. كان نفس الدولاب وصلح بدل لك. كنا حاجزين انا وماما مسافرين على طرطوس. تاخرنا على البولمان وهو كمان حاجز ومتاخر. تمام. اضطرينا يعني وصلنا نحن، كان هو موجود، فاضطرينا نطلع بالبولمان يلي كان فيه احتياط. تمام. عرفت شو؟ طبعا. لانه نحن قطعنا راح وقطعوا راح. تمام. فسائبت انه قعدنا ما كان في غير المقعد الاخير، فقعدت ماما واختي كانت وانا وهو. هيدا كان اول لقاء، تعرفنا على طريق سفر وتعرفنا هيك وصرنا اصدقاء. وتطورت الصداقه، قضينا يعني بطريق من دمشق لطرطوس. نعم. تطورت الرفقه وهيك، وبعدين بلشت المشاعر. وبعدين أيوة. تزوجنا. فكر روح احجز الزغري انا هلا وتاخر على البولمان. شو شو بتاع حظي. الله يستر. يلا الورقه الثانيه روبي. ختيار البستون. يا حظي. ختيار البستون. انت اليوم عميد المعهد العالي. اوكي. المعهد العالي للفنون المسرحيه يعني. اوكي. اعطيني قرار بتضيفيه على قوانين المعهد او قانون موجود بتلغي. والله في كذا شغله، اهم شغله باكد انا ما بعرف اذا بعدها الماده الممثل امام الكاميرا اذا بعدها موجوده. هلا انا لحقتها اخذتها للماده يعني، بس ما بعرف اذا هلا موجوده هي الماده. انا بحسها ماده اساسيه لطلاب التمثيل تحديدا الممثل امام الكاميرا، لانه مو موجود تدريب على قصه التمثيل بالضبط. امام الكاميرا لانه بتلاقي الطالب بيطلع من المعهد بيكون كثير شاطر وكثير منيح وبروفيشنال يعني بالمسرح، بيوقف قدام الكاميرا لا يعرف مصطلحات بضيع. ولا بيعرف دوريات ولا بيعرف، بياخذ وقت، بحس حاله غريب، بحس في غربه بينه وبين الكاميرا. انا لهلا ما بعرف. فهيدي هي مادة مهمة جدا. شو كمان ممكن يصير في تعديل شوي على المنهاج؟ مثلا يعني شو لنواكب يعني. هلا اكيد منهاج المعهد العالي كلنا درسناه، واكيد اخذنا خبرتنا من ستانسلافسكي وشكسبير والمسرح الامريكي والمسرح الروسي وكل الاشياء اللي تعلمناها بالمعهد. بس بتحس هلا نحن العالم بشكل عام عم يمشي بسرعه، عم يتطور بسرعه، عم نشوف هلا مدارس جديده بحكم انه ما عاد في مثل قبل ورشات بتطلع وبتفوت لعنا، ما عادت ضخ الاحتكاك بشكل قوي مثل ما كان ايام زمان المرحله الذهبيه خلينا نقول. فهيدا بيعمل فقر شوي بالتعرف على ثقافه الاخر. فالتقنيات شكل نتعلم اشكال الاداء الحديثه، هلا التطورات نواكب تطورات اكثر، فممكن ينضاف شيء للمنهاج او يتعدل شيء او تدخل مواد او نصير نستضيف ناس مثل ما كنا نعمل قبل ورشات ونطور هاي الثقافه، بما انه صار في كان لها تاثير كثير ايجابي. صح مظبوط.
طيب روبين ضل ورقتين حنسحب ورقه اصل السبات اصل السبات كانه مسرح في عالم وصفوا ادائك انه في مبالغه لا ما بعرف مين العالم تمام. بس في عالم وصفوا ادائك انه في مبالغه تمام. كيف بتردي ايه كثير صح يعني كثير لازم يكون هيك لسبب انا كنت عم ادي كانه مسرح طبعا العرض اخراج الاستاذ غسان مسعود شخصيتي انا بادي شخصيتين بالعرض تمام. يعني هو مسرح داخل مسرح تمام. الممثله يلي هي عم تعمل بروفات على العرض والشخصيه اللي بقلب العرض عم درب عليها فكانوا شخصيتين ما بيشبهوا بعض ابدا سلمى الممثله يلي هي ما لها علاقه بالتمثيل يلي انا عم تعمل بروفات بالعرض هي شخص اوفر كثير شخص ستريس كتير وعصابي وجاي على المسرحية دا تلحق جوزة هي عندها مشكلة مع جوزة فإياد يلي عمله لجين اسماعيل وأنا زوجته سلمى نحن الشخصيتين اللي كنا أكثر شخصيتين متاح لإلهم يلعبوا يعني وكنا حرين شوي بالاقتراحات وبالجنان لأنه هدول الشخصيتين هن يعني سلمى مثل النابض هي تماماً مثل النابض وهي مانا ممثلة منيحة عرفت كيف؟ يعني هي حدا عصابي وستريس كتير بالحياة وهي أوفر يعني مشكلة جوزة معها لما بتعصب إنه هي عجبت كتير أوفر شكراً جزيلاً لك روبي شكراً لإلك ممتن لك ولفقرة الشعرية إن شاء الله تكوني انبسطتي بالعراضة إن شاء الله يكونوا حبوا لا بكل الأحوال يعني هي فرصة شكراً لإلك لتقولي لنا إنه أنت بتكتبي شعر هلأ روبين مطلوب منك إنك تاخذي لنا صورة إذا سمحتي أوكي شبركة يا عيني أخذها من هون أنا بعرف أخذها باليمين بس يلا أوكي إذا وقع الموبايل ما خصني إذا وقع الموبايل يعني تعودني الشركة